من جديد مرحبا بكم في حال البلد، ومرحبا بكم في صالون سودانية 24، ومرحبا بضيفي دكتور عبد الماجد عبد القادر. دكتور عبد الماجد يعني غير أنه هو الأمين العام لمجلس الصمغ العربي، هو كاتب صحفي وصاحب تجربة، هو شي زراعي واشتغل في البنوك ومهموم جدا بموضوع الصمغ العربي وعنده شو تجارب. فنحن قدام شخصية فيها ثراء كبير جدا تستحق أننا نسمع منه كثير من أراءه. مرحبا بك دكتور. يا أخي كتر خيرك، شكرا جزيلا، كتر خيرك. سبعة صنايع والبخت ضايع، ممكن نقول ده على دكتور عبد الماجد؟ يعني الصحافة من جهة، والبنوك اشتغلتها من جهة، ودخلت السوق من جهة، وشركات عديدة، الحكاية دي ممكن تنطبق عليك؟ سبعة صنايع والبخت ضايع. هي سبعة صنايع لكن البخت ما ضايع. كيف الكلام ده؟ معلوم الحمد لله، ماكلين شاربين كويسين يعني. طيب يعني مثلا اما نجي ده اكثر مما تاكل وتشرب، شنو ثاني؟ ما عندك اي احلام غير الاكل والشراب؟ ده الاحلام بفتكر انه نفذتها اصلا يعني في السبعه صنايع. زي شنو كده ورينا نفذت شنو؟ انا بفتكر انه عملت عمل كبير جدا في القضارف، الموضوع اللي تكلمت عنه قبل شويه. نفذت ما يعرف ببرنامج الاحزمه الشجريه في ولاية القضارف، زرعت 34 مليون شجرة. مش 34 مليون؟ نعم. المرأة في كينيا اللي حرست، مش زرعت، حرست 100,000 شجرة، أدوها جائزة نوبل. أهو ده هنا البخت ضايع فعلا. ناس أخواننا، ناس عصام صديق وجماعة دي رشحوني لجائزة نوبل، لكن من المؤكد إنه الأمريكان ما حيوافقوا، ولا اليهود المسكين الشغالانة دي. فإذا في ضياع بيبقى من الحتة دي. لكن الصمغ العربي ده بيخلي ناس غنيانين، انت دخلك السجن؟ والله يا اخي بالمناسبه هو من ما خشى يعني، انت داخل علي من اول مره كده بالطريقه دي. ما بس الناس ديل بيظهروا ساكت. صحيح في التسعينات كان في مشكله كبيره جدا، مشكله التمويل، وانا دخلت ك يعني منفذ لبرنامج كبير. هو برنامج القضارف ذاته اللي ادك السجن؟ اي هو مهمة الدولة، مش كان هناي. لكن كتر خيره الاخ جنيف يعني كان وزير الزراعة في الوقت ذاك، وكان صدر قرار من رئيس الجمهورية باستزراع 10% من كل مشروع زراعي مطري، وانا يعني كلفت كواحد من الناس اللي عملوا تجارب في هذا المجال بانه اعمل المشروع ده، وعملته. ويعني الحقيقة وجدت بإمكانيات ضخمة، والجهات المعنية ما أوفت بالتزامات تجاهي في الوقت المطلوب. ده اضطراني يعني أوجد موارد من السوق الموازي، بيسموه السوق الموازي، سوق الكرين، سوق الدولار، سوق المش عارف إيه وإلى آخره، ومن البنوك. ونفذت المشروع، لكن بقيت علي التزامات كبيرة جدا، اضطريت طبعا قصادة يعني اصفي الشغل بتاعي، ويمكن ابيع بيتنا، وربما فلست اهالي كلهم بسبب الحكايه دي. لكن في النهايه رسل اي زول امشي بشارع القضار في الطاهر عشان تعد ال 34 مليون. حصاده وينه؟ يعني قروش وينه؟ القروش لحد هسي يا دوبك. انا دخلت في شراكه ذكيه مع الحكومه لاستغلال المساحات اللي زرعناها بتوجيه يعني كريم وتكريم من النائب الاول لرئيس الجمهوريه، وتعاون من اخواننا في الهيئه القوميه للغابات، ويعني بقسر كريمه جدا من اخواننا في ولايه القضارف. والان نحن يعني شغالين في مساله الانتاج ابتداء من هذا العام ان شاء الله. يعني حتعوض القروش اللي راحت؟ ان شاء الله يعني نتمنى ذلك. والجماعة دارين من القروش ممكن يشيلوها بعد؟ لا وردي، أنا كنت دفعت أي تعريف لأي زول. طيب خليني أنا، لأنه أنا ما جايبك بس بالصمغ العربي، لكن ده رقيف عن تجربتك الصمغ. الصمغ العربي السجن بتاعه ده اللي هي يعني تجربتك اللي وقفت عندها وكتبت عندها برضه، هي برضه غادتك للصحافة. نعم. السجن وداك للصحافة. مؤكد. أنا فيما أذكر أنا ما كنت مهتم كثير بالصحافة، لكن وانا في الفتره بتاعت التلتله بتاعت من حراسه لحراسه وكذا، ابتديت اكتب عن المشكله دي، فاصدرت اول كتاب لي اسمه ابناء الافاعي.
وأبناء الأفاعدة كان بيشرح طريقة التمويل خارج جهاز المصرف. على فكرة أنا بفتكر مشاكل السودان كلها يعني بتتمحور في عدم قدرة الجهاز المصرفي على يعني تقديم التمويل اللازم في الوقت المناسب بالكمية المناسبة بالحجم المناسب للشخص المناسب. وده اللي بيخلي الناس يمشوا لما يعرف بالسوق الموازي، سواء كان سوق عربات، سوق كيرين، سوق كده، سوق بضائع مكسورة في السوق وإلى آخره. المسألة دي يعني عملت كتاب اسمه أبناء الأفاعي، وبالمناسبة يعني طبعت منه طبعتين ثلاثة وحقق هدى البخت الضائع كان يتعوض هنا يعني بعنا منه ونفد في السوق. يعني انا هسي حاولت اجيب لك نسخه مالي حكيت فيه شنو كان احكي لي ابن الافاعي اسم الافاعي ذاته كده حتذكرك اليهود حاجه كده بالضبط. هو ده اللفظ اللي اطلقه يعني السيد المسيح عيسى ابن مريم على اليهود في ذلك الزمان، وكان بناديهم يا ابناء الافاعي، افعلوا او لا تفعلوا يا ابناء الافاعي. وبالتالي انا سميت ما يعرف بمجموعه التمويل المجحف. التمويل كده عليك الله بسط لنا، وانت رجل بتبسط الحصل شنو التجربه يعني، بسط لنا تجربتك في ابناء الافاعي ده. الخلاصه يعني انت طبعا عشان تزرع غابات او اشجار كان لابد ان تزرعها في الخريف في شهر 7. وعلى ما اذكر انا كلفت بالعمل ده من السيد وزير الزراعه البروفيسور جنيف، وكان الوالي في وقتها اخونا الشريف بدر في القضارف في التسعينات. وكان لابد انه على بال ما كون صندوق وجاب لنا الموارد اللي بنستحقها او بنحتاج لها، فكان لابد انه اعتمد على موارد الذاتيه. بالمناسبه كان عندي حوالي 8 تراكترات وزي 4 عربات في الوقت ذاك، ومن اخونا وجدي مرغني محجوب زوجكم وصديقنا يعني حقيقه اجرت 20 تراكتر، واستعنت ببعض البنوك للحصول على 12 تراكتر. بقى عندي يعني حاجه بتاعت قريب ال 40 تراكتر، بالتالي يعني 80 سواق و80 زيات، وديل دايرين يعني قروش ودايرين وركينج كابيتال او ما يعرف براس المال التشغيل. هيا يا بروفيسور جنيف يلا شوف لنا الجماعه ديل، لسه القروش ما جات، القروش حتيجي والى اخره، ما في طريقه، لازم احصل شهري 7. فبجساره شديده جدا اضطرينا نمشي الكرين نشتري يعني 20 بوكسي في وقتها، كان ثمنها حاجه بتاعت 80 مليون في السوق يعني. بتكتب شيكات ب 50 ب 100 يعني. واذا ثاني تميت اكثر من شهر وما جبتها طوال بجيبوا بلاغات ويجوا 120 140. بالمناسبه ال 100 مليون في 6 شهور بتبقى 800 طوال يعني بمعادله زي دي. برضو اخواننا الثانيين بتاع البنوك طوال يعني ما بيفهموا انه والله الغابات عايزة لها 7 سنوات عشان تنتج، وعايزة لها ثاني زي 11 سنه عشان تاخذ القوه بتاعتها وتجيب الفحم والحطب والحاجات اللي زي دي، وبالتالي بيضايقوك يعني مضايقه شديده جدا. ويلا بلاغات. لسوء الحظ البنوك يعني ما بيشارك الناس في التنميه مشاركه مباشره، وانما بتعتمد على شيك تديك قروش وتكتبك شيك وتديك الحراسه، فبتعتمد على النيابات والبوليس في انها يعني يحصل لها قروش، وبالتالي ده الخلة يعني معظم اموال البنوك تكون عباره عن ربما عمليات وهميه وصوريه غير حقيقيه يعني. المهم انا بتكلم عن فتره سابقه وده اللي خلاني اتلتل يعني. كم تلتلت كم؟ حوالي 6 شهور كذا يعني، كانت من حراسه لحراسه. من كيف تجربه الحراسه بالنسبه لك كانت؟ اول دخله لها يعني؟ تجربه سره جدا وكويسه جدا يعني، معظم العلاقات الجيده اللي بتعمل انت هناك والمعارف اللي بتعرفهم. كيف يعني تجربه جيده ومعارف؟ التجربه مهمه جدا لكل رجل اعمال، وانا ما داري اجيب الاسماء، لكن اي رجل اعمال ديستنجوشت او لامع كده مشى هناك اصلا.
كده ورينا سر. ما بقدر اقول لك سر المشي. لا 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 ما دارنا اسمع سر المشي دي يعني شنو الزول بيكتسب شنو من هناك يعني العلاقات الجديده زي ما قلت. بتكتسب المعرفه الجديده بناس جداد بتعرف المشاكل بتعرف طبيعتها بتعرف أصدقوه. المشاكل بيحلوها كيف بتعرف بيحلوها 200 بتعرف الحجم وبكون عندك كونتريبيوشن. انا عملت كتاب ابناء الافاعي وانا في الحراسه اللي هو يعني كده ورينا السر اللي طلعت به يعني كيف تحل المشاكل كيف وتحلها. ما الطاهر ما في اسرار غير انه يعني بتعيش في العمق بتاع المشاكل الاقتصاديه بتاعت البلد. وانا تلخصت عندي المشكله ابدا ما مشكله حكومه ولا مشكله هي مشكله تمويل من المصارف من جانب ومشكله كسل مننا نحن كشعب ما قاعد ما بنشتغل يعني محتاجين ل جهة ما تعمل لنا موبيلايزيشن أو تحريك لطاقات الناس. أمسك عندك هسي الليلة دي أنا جاي امبارح بالمناسبة من القضارف وأخونا الوزير كتر خيره قال لك الموقف كويس لكن الموقف مش كويس وبس الموقف ممتاز لدرجة ما حصلت قبل 120 سنة. نحن الآن في كل السودان زارعين أكثر من 50 مليون فدان 50 مليون فدان دي الزراعة المطرية في التخطيط زارعين يعني 10 مليون فدان اللي غطاها نهر النيل خارج التخطيط برضو البلد ما معروف الناس زارعين قدر شنو ده هذا عام يعني يغاس فيه الناس وفيه قد لا يعصرون او يعصرون انا ما عارف. والمشكله شنو؟ المشكله بتبقى في انه قدامنا مشكله بتاعت الحصاد منو اللي بيحصد لنا ونحن نايمين ونحن بنتحاور ونحن قاعدين في الخرطوم وما في اولادنا كلهم هسي جايين في المدن وفي الخرطوم هنا المنتجين بتاعنا بالمناسبه الطاير اعمارهم بقت ما بين ال 65 وال 75 حتى في القطاع اللي انا مشرف عليه بتاع الصمغ العربي ده بعد 20 سنه بيندثر المعارف والطقوس والكلتشر بتاعت يعني انتاج الصمغ العربي تماما لانه ما في زول يعني ما في اجيال بتتواصل عندنا مشكله ثانيه بنوكنا يعني ما قادره تمول مدير البنك ولا اي جهه يعني ذات نفوذ مالي ما بتعرف انه حاجه نفيسه في قريه الغدنبليه عندها 4000 راس من الضان وعندها 200 ناقه وعندها يمكن 50 ولا 60 حمار وكده يعني المره دي معناتها عندها شغلانه بتاعت 10 12 مليار ودفنا لها 2 مليار وهي ذات مسكينه وعيانه وراقده. مشكله البنوك ما قادره تدخل هذا الـ الزخم بتاع المال في الدوره المصرفيه. 90% نحن من حركاتنا المصرفيه خارج الجهاز المصرفي. الجهاز المصرفي مدور في ناس الخرطوم وفي ناس الخرطوم منتقي له حكايه بتاعت قول 500,000 من حمله ال ال انت اشتغلت في البنوك. يس. اشتغلت في البنك اشتغلت في بنكين في البركه وفي بنك فيصل والبنك فيصل نعم تقول لهم شنو يعني تهدي لهم شنو الحل للقصه دي؟ والله انا بفتكر انه بنك فيصل كويس جدا جدا يعني وبنك البركه برضه كويس لكن بنك فيصل بيشتغل في مجال التنميه ما في كلام وشايل هموم بتاعت دوله انا بفتكر على البنوك ان تحمل هموم التنميه على البنوك ان تمشي هناك الغدنبليه والمقرح والقرى والناس المساكين دي عشان تدخل قروش ليه ما دار تمشي؟ هي دار قروش ما دار تمشي ليه؟ انا ما فهمت سؤالك ما دار تمشي ليه يعني؟ البنوك يعني ليه البنوك ما لانها شغاله بما يعرف بحاجه اسمها مقررات بازل دي حته كده في سويسرا فيها الجماعه الشبعانين ديك اليهود الغنيانين بيصدروا حاجه اسمها المخاطر المصرفيه قوانين الزول اللي ما عنده يعني كولاترال سكيورتي او ما عنده ضمانات ما يدوه اللي ما عنده رهونات ما يدوه وهكذا وده كده ما بينفع حق الناس يشوفوا سيد رئيس الجمهوريه ونائبه وكم مره بيقولوا يا اخواننا انزلوا للمواطنين في الخلاء امشوا لهم واذا ما عملوا كذب بالمناسبه ال 90% بتاعت الاموال والانشطه الاقتصاديه هي خارج الجهاز المصرفي انا بقول لهم دي بنوك اسلاميه ولا بنوك غير ربويه؟ شوف انا بالمناسبه حضرت الماجستير بتاعي في الاقتصاد الزراعي وكنت التخصص كان في
تطبيق الصيغة الإسلامية التمويل الزراعي. حكاية الإسلامية دي يعني عايزة لها مراجعة كثير. نختلف كثير جدا. البنوك لقت حاجة اسمها المرابحة وابتدت تشتغل بها. المرابحة دي ما هي إلا حاجة قريبة للتمويل الربوي وما بتنفع مع التمويل الزراعي. والإسلام فيه أكثر من 70 صيغة للتمويل، لكن المرابحة تنفع فقط في يعني الحاجات اللي ما بتقدر تشارك فيها الزول. انت عايز لك ذهب لمرتك، عايز لك سرير لبيتكم، عايز لك ثلاجه، حاجه بالشكل ده نديك لها بالمرابحه. لكن داير تشتغل يعني شغل بتاع انتاج وتنميه يجب ان يكون اذا في الزراعه بالمشاركه بالمزارعه بالمساقاه وبالعقد بتاع المقاوله. لكن لسوء الحظ يعني البنوك لقت انه أسهل عملية ممكن تعملها هي المرابحة، وهي أقرب للنظام الربوي، وهي سهلة في التضريب، وهي كلها عبارة عن شيك. وعندهم هناك حرروا القصة دي، قالوا دي ما صيغة ربوية، يقولوا لا يعني اللي يقولوها معادلة فقهية. أنا بقول لك يا أخي رئيس الجمهورية قال لهم ما تشتغلوا بها، والله جد الرئيس قال ما يا أخواننا المرابحة دي خلوها مش مشاركة، والله قال لهم وأنا في البنوك قال لهم كده، لكن برضو مصرين عليها. على كل حال انا ما جاي اتكلم على الفقه الطاهر وما ادخل. طيب ثالثة الاسافي تبصير العارف بامر المصارف. هاي انت ما غستك مع المصارف كثير رغم انه انت لا ما غسه واحده هي بس انت بتجدد فيها ساي. والله الكتاب الكبير ده كله وما غسه واحده. هاي الكتاب ده زمان تبصير العارف بامر المصارف. ما مجدوب جلي ولا اخواننا في تصير العارف عمر المصارف دي ما غسها ولا اخونا مساعد زميلنا طبعا ما يقوم يزعلوا. الكتاب ده قديم جدا يعني ما جديد. انت الان عندك حاجه مع البنوك ولا شنو؟ كان زمان. لا عندك شغل مع البنوك ولا شنو؟ خايف تقول رايك. كان زمان. طيب يعني كتاب الساخره دي او الداخله بمدخل بتاع طرفه استندت على تجربه. خلينا اديك عباره وانت فسر لي يعني. يبقى لحين السداد. قول لي الكلمه دي بتلهمك شنو من افكار؟ ما زول يعني عاده اي مطالبه ماليه في وزاره العدل بتنتهي بانه يبقى حتى السداد. ويبقى حتى السداد دي بالمناسبه يعني ماده ما بعرف جابوها من وين، ما لها علاقه بالدين تماما. برضو تماما. اصلا يعني الدين ما بيسجن. وصلوا اهم اكبر ايه في ايات القران هي ايه الدين بالمناسبه. اذا تداينتم بدين فاكتبوه، غير طويله جدا وفيها انها فاكتبوه ويكتبوه كيف ما لازم يكتبوه في ورقه ولا في شيك. يعني احنا عملنا شغل قبل كده كثير الحقيقه كم حلقه في الموضوع ده. ويبقى حتى السداد يجب ان 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 يعني طيب هم خايفين يقولون شنو الضمانات؟ شنو نعمل شنو في المقابل يعني؟ ما تدي تمويل الا بطريقه بتاعت بازل دي ذاتها، وما تدي الا بضمانات، وبعدين عشان تبيع الضمان يا اخي انت دخلتها في الاول جاك اخونا الطاهر التوم لابس البدله دي ونظيف وظريف واي حاجه، والجماعه في البنك بيقولوا له يعني الوجيه، يقولوا له الارباب، يقولوا له منو قول معي الاسامي. خلاص كفايه. وقاموا ادوه التمويل وكتبوه الشيك. الشيء الطبيعي انه كان مفروض طوالي يقولوا له وين الكولاترال سكيورتي او وين الضمانات بتاعتك، بعدين عشان يبيعوا الضمانات. لو فشل هذا المشروع او تعثر لاي سبب من الاسباب يجب ان يقوم البنك باعاده التمويل مره ثانيه أو سد النقص في هذا العجز اللي حصل. شوفوا أي بنوك في أوروبا بتاعت الكفار دي، في الأول بيدرسوا المشروع، ثانيا بيرعوه، ثالثا لما يقبلوه بيلتزموا مع المنفذ على إنجاح هذا المشروع. لكن هنا عندنا عندهم شيك وطوال البوليس وما في كلام، عندهم النيابة. الآثار الاجتماعية اللي ترتبت على الفهم ده شنو؟ امشي عندهم 23,000 في اي وقت من الاوقات بتلقى في 23,000 ممسوكين من ناس الصفوف. وبعدين انتشرت البنوك طبعا بقت تودي يعني المصارف بتاعتها والفروع في القرى وعند المزارعين، وده الناس مساكين بيكتبوا ما
عندنا مزارعين كثيرين جدا في السجون، عندنا منتجين موجودين في السجون، الا ينتظروا بس مكرمه من الرئيس يفكون. انا هسه بناشد السيد رئيس الجمهوريه يلغي ماده يبقى حتى السادات ويفك المساجين اللي مقبوضين على ذمه قروش البنوك، ويشوفوا له طريقه ثانيه. اي بنك داير قروش من زول يعني ياخذ ضماناته ويبيع المرهونات. دي تجربه بتاعت وجع شخصيه لك. سوري؟ تجربه بتاعت وجع شخصيه لك. اي زول طبعا تجربته بتكون وجع شخصيه يعني. محبتك للصبغه العربي دي جات من وين؟ ما اصلا ده هو اصلا شوف، انا خريج زراعه سنه 75. وزير الزراعه في وقتها كان البروفيسور عبد الله احمد عبد الله، كان استاذنا، وهو وجه بانه يختاروا مجموعه من الخريجين لاول مره بدل ما يشغلوهم في الجزيره وغيره يعني يدوم مشاريع مطريه. انا واحد من الناس اللي كانوا ادوني مشروع مطري في منطقه القضارف، فمشيت لقيت المشروع ده مليان بالاشجار يعني بتاعت الصومغه العربي دي، هشاب وطلع وكده. فقمت كبرت الشدر ده شفته حرقناه وحريق، وابتدينا نزرع. السنه الاولانيه كانت كويسه، الثانيه كويسه، الثالثه بعد ذاك ابتدى ينهار الانتاج نظرا لقله الامطار ونظرا لانه الاشجار اللي حولنا ذاته الناس برضو يبتدوا. فبقت لي زي عقده نفسيه خلتني لابد من انه اعمل الشغلانه دي. فمع اعلان السيد رئيس الجمهوريه للقرار الجمهوري الخاص به يعني استزراع 10% من كل مشروع زراعي مطري، وده كان برضو يعني استجابة لمؤتمر الأرض في ريو دي جانيرو في البرازيل. السودان زي كان مكلف بأنه يساعد في رتق ثقب الأوزون في وقتها، يعني كلام ده 92-93. فأنا عملت التجربة، والتجربة دي كانت ناجحة جدا. فجاء شاف جنيف، كان كتر خيره بروفيسور جنيف كان وزير للزراعة، والمرحوم الزبير وبرضه وشهيد مدير شركة الصمغة العربي في وقتها، ومجموعة كبيرة ووزراء الزراعة والولاء وإلى آخره. واللي بسببه أنا كلفت بأنه أستزرع 40,000 فدان، قدرت أعمل منها 20,000 فدان اللي نفذتها، اللي فيها 34 مليون شجره. وهسي لو ضربت تاني للسيد وزير الزراعه ولا القضارف هيقول لك عبد الميت ده عمل عمل كبير جدا. الشغل ده بالمناسبه يعني زورت له كل المسؤولين في البلد، قالوا كمان بقيت تجيب الامريكان والبريطانيين، بقيت يعني وسع القصه. كانوا لا جبته ونجبته وجبته، السفير الامريكي وديته، والملحق الاقتصادي الامريكي وديته، والملحق السفير البريطاني يعني وديته لشنو، وشنو رد فعله؟ طبعا الحقيقه لانه انا توليت مسؤوليه ثانيه الحقيقه يعني. انا تم اختياري امينا عاما لمجلس الصمغ العربي، ومجلس الصمغ العربي تابع لرئاسه الجمهوريه، وكان لابد من انه بالفهم ده وبالمسؤوليه دي يعني تكون عندنا احتكاك بالبلدان اللي بتستورد من السودان. اكبر البلدان استيرادا للصمغ العربي هي الولايات المتحده الامريكيه، بتليها اوروبا الغربيه خاصه فرنسا، المانيا، انجلترا بالصوره دي يعني. فكان لابد من علاقه ما مع السفارات دي يعني. وبرضو يعني الحقيقه انا نسيت اقول لك انه مجلس الصمغ العربي ده براسه دكتور تيسر مصطفى، ونحن الاثنين اجتهدنا في انه برضو ندق على النوافذ والبيبان بتاع دول شرق آسيا، اليابانيين والصينيين والهنود وهكذا. وبنعتقد أنه عملنا علاقات يعني أقرب إلى أن تكون دبلوماسية في إطار الترويج لسلعة الصمغ العربي، وقدرنا ننفذ للسوق ده، السوق بتاع شرق آسيا، عشان نستبدل السوق التقليدي بتاع غرب أوروبا. في ناس بتفتكروا انه احنا كان المفروض نستخدم الصمغ ده لانه الامريكان والاوروبيين بيهتموا به اكثر، يكون جزء من سلاحنا، جزء من ادواتنا في معركه الحصار ده، رايك شنو في الكلام ده؟ والله يا اخي هو وارد، لكن النوع العمليه فيه صعبه شويه. اولا نحن بلد كبيره جدا، يعني مثلا لما تقول الصمغ العربي الناس لذهنهم بيقفز حكايه السلعه، لكن بينسوا انه الصمغ العربي عباره عن حزام من الاشجار الشوكيه على راسها الطلح والهشاب،
ودي بتتمدد في مساحة بتاعة 12 ولاية من ولاياتنا ومساحتها 500,000 كيلومتر مربع. المساحة دي بتعادل مساحة 5 دول من دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة بما فيها إيطاليا وفرنسا وشروش. البلد دي بلد كبيرة وقدر ما تستثمر فيها حوض رملة يعني. الحزام الصمغ العربي أيضا بيوفر الغذاء يعني. وهنا دار يعني أنبه أخونا وزير المالية ومحافظ برضو محافظ بنك السودان إنه نحن والله بنوفر لك في حزام الصمغ العربي 60% من غذاء الحيوانات بتاعتك اللي عددها 130 مليون راس واللي أنت بتصدر منها أكثر من 6 إلى 7 مليون راس لدول الخليج. حزام الصمغ العربي بيستضيف كل الحياة البرية والحياة البرية دي هم دولي ما سوداني. وأنا والله لو كنت في محل وزير المالية ولا محافظ بنك السودان كنت بطالب المجتمع الدولي بإعفاء ديون السودان أو جدولتها لأنه بنحتفظ لهم بالحياة البرية اللي هي هم دولي. بنحتفظ أيضا بمليارات من الطيور البرية اللي بتجينا. طيب الحصارة ها نستخدم الصمغ كيف؟ ماشي عليك. أنا احنا والله اللي طيب أفترض أنه أنا الليلة داير يعني أستعمل الصمغ أحضره من أمريكا. إذا حظرته من أمريكا ما بقدر أحظره من باقي الدول الثانية. وأصلا هسي في إطار الحظر الأمريكي هي بتعيد استيراده من دول ثانية قاعد تجيبه من يعني معروف إنه فرنسا بتستورد مننا 50% من الصمغ بتاعنا وبتعيد تصديره للولايات المتحدة. كذلك حتى الصين ذاته ودول غيرها بيشتروا مننا وبيعيدوا تصدير لبعض الشركات الأمريكية. ده جانب. الجانب الثاني أنا إذا عملت حظر على تصدير الصمغ العربي يبقى بالضرورة لازم أمتصه وأشتري من المنتجين الصمغ اللي بينتجوه. ده من ناحية. من الناحية الثانية لو المنتجين قاموا لقوا ما في زول بيشتري منهم الصمغ بيقطعوا الشدر. ولو قطعوا الشدر بكون محتاج لعشرين سنة تاني عشان أزرعها زي ما عملت أنا في القضارف. يعني هي المسألة فيها تعقيد عملي. إذا أنت ضمنت لي بأنه والله حتوفر أنا ما عندي مانع والله يعني جدا نحظر الصمغ العربي من أمريكا لكن نعمل لنا محفظة تمتص المنتج من ناحية وتمنع التهريب من دول الجوار وتمنع تصديره أيضا لدول. في معركة خفية بين الصمغ الطلح وصمغ الهشاب. أنت مالك ومال الموضوع ده. كده ورينا. انت جايبني لي كده ما جاوب لي على السؤال ده. المعركه شنو الخفيه بيناتهم الاثنين؟ حقيقه هي الصمغ العربي في دستور الغذاء العالمي هو صمغ الهشاب والطلح مع بعض. دول الجوار جنبنا يعني نحن عندنا ميزه في انتاج الهشاب يعني بنتميز بها عن دول الجوار لكن برضو طلع عندنا بكميات أكبر من اللي عندهم. وجيراننا ديل أنا ما داير أجيب أسمائهم ديل معتمدين تماما على صمغ الطلع. والمنافسة دائما التجارية هي الحقيقة المنافسة البرة هي قاعدة تتعكس علينا داخليا. في منافسة من ناحية ما بين البدائل الصناعية وما بين البدائل الطبيعية. الصمغ العربي بالمناسبة وبرضو أعذرني في أنه أكشف لك واحد من الأسرار بيدخل في كثير من الصناعات من ضمنها المشروبات. ولما نتكلم عن المشروبات مش البيبسي كولا والكوكوكولا براحة وإنما في مشروبات تانية مسكوت عنها. أتمنى شنو؟ إنك تكون فيهم تاني. لا 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 قول لنا خليك صريح. كل الخمور بتعتمد على 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 الصمغ العربي. صناعة النبيذ مؤخرا بتعتمد على صمغ الطلحة بشكل رئيسي. صناعة كل الكوزموتكس ومواد التجميل المفرقعات والذخيرة بتعتمد على خلاص وبتجيت معه. المادة دي مادة خطيرة جدا. ويا طاهر أن احنا لحد هسه ببشر الناس إنه أن احنا مسيطرين على 85% من سوق العالم فقط بمقدرتنا على طق 10% من الأشجار. 90% من أشجارنا قاعدة ساكت. ب 10% بس. أي
ايدي ليه؟ لانه ما عندنا ناس بيشتغلوا، لانه كسلانين، لانه بالنوم، لانه ما بنشتغل، لانه ما دارين نشتغل، لانه بنوكنا ما بتعرف تمول الشغلانه بتاعت الانتاج دي بالطريقه المطلوبه. المعركه موجوده لكن جايه من برا. بالتاكيد ظلالة بالتأكيد. من برا بالتاكيد. احنا على كل حال في السودان ده رايي الشخصي طبعا، من مصلحتنا انه يظل الصمغ العربي هو يعني الاثنين مع بعضه. نحن عندنا مصلحه في ده وعندنا مصلحه في ده. طيب انا لانه الجماعه دي المحاصرين في الزمن، انت خايف على الطلح من الساونا السودانيه بين قوسين؟ لا ما قلت ما لك يا الطاير يا اخي. قول رايك هي الساونا السودانيه شنو يعني؟ انت عارف انت عارف اقول لا ما انت عارفها برضه قولها. لا لا انا بسالك انت الخبير هنا في الجلسه دي، قول لي انت خايف على الطلح من الساونا دي؟ والساونا دي شنو هي؟ لا انت تقول لي يا. طيب انت خايف؟ هاي قول لي خايف انا. خايف؟ ايوه. خايف من شنو؟ يا طاهر المراه السودانيه تستهلك 18 مليون شجره في السنه. بتقطع وبتباع، امشي عدد الزرايب في الخرطوم 2850. في 1850 في مدرمان فقط و1000 موزعه ما بين بحري والخرطوم. الاقاليم يعني حدث ولا حرج. نسيت اقول لك انه احنا بنستهلك فحم بمعدل 1,200,000 طن في العام، قيمته 800 مليون دولار. ده بيوريك انه والله قطاع الصمغ العربي حقيقه هو القطاع اللي الخاطر اللي بيجر معاها كل مكونات الاقتصاد السوداني. طيب هذا صيته شنو في الساونا دي؟ المتستهلكه كم من صيتك شنو؟ ما خلاص كلمتك قلت لك استهلاك المراه السودانيه. لها يعني احصل شنو يعني بدأ شنو يعني رؤيتك؟ البدائل شنو؟ رؤيتك شنو؟ شوف البدائل مثلا نحن الحقيقه في لمكافحه القطع الجائر الخاص بالفحم اتفقنا مع مجموعه من البنوك على تكوين محفظه لتوزيع انابيب غاز واجهزه بوتجاز، واخواننا في بنك النيلين ومعاهم ثلاثه بنوك اخرى ابتدوا برنامج بتاع توزيع 1,000,000 انبوبه غاز في حزام الصمغ العربي مع 1,000,000 بوتجاز. ده شغل ماشي. اخواننا ناس غلام الدين في الصندوق القومي للتعمير للاسكان والتعمير حيعملوا ان شاء الله بالتعاون معنا 30,000 وحده سكنيه في 10 ولايات، كل ولايه 3,000 وحده سكنيه. لتغيير زمان انتهى وانت ما جاوبت على سؤالي. لتغيير القطاط ما مشى عليك. زمان انتهى جاوبت على سؤالي. تغيير القطاط جاوبت على سؤالي زمان انتهى. والله صحيح كلام قصير. الله يخليك يا اخي. خلاص اعتبرها اجابه؟ اي والله. شعر بانه قدامك كلامك كلام قصير، ده عمود اسم العمود بتاعك يعني. ليه سميته كلام قصير يعني؟ شعر بانه اتصل لو ملاحظ انه انا في الكتب بتاعتي دي عندي كلام القصير، عندي مؤذن مالطة، عندي ثالثة الاسافي، وكلها اسماء قريبه من بعض. شاعر بانه رسالتك ما قاعد تصل ولا تماما ما في زول. انسى اللولو اللي عملتها معي دي عشان كده ما قاعد تصل. ما في زول ما في زول بداير يسمع. لا يكون هو جنس اللولو اللي عملتها معي قباش ازلك كده تجيني كده ازلك. والله هعمل شنو يعني؟ ما ده هنا انت داير تعمل لي مشكله مع النساوين وانا ما بقدر. هو هاجمتهم في اخر مره شفته في مقابله تلفزيون هاجمتهم هجوم صريح. مشكله شنو ده العمل انك انت قاعد تهاجم هجوم صريح؟ ما هاجمته. هاجمتهم مع البوني. لا مع البوني، ما هو البوني مشى معانا كان وسافرنا يعني نايف وقام مشى زار الزرايب دي برضو كلها. لا 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 هاجمتهم قلت هم جايبين الشغالات وهم العاملين وهم سوين، وضفت لها برضو الساونا ده افتكر. ما انت قاعد تهاجم المراه بس جيت هنا عندي بدك تهاجمها يعني؟ والله يا اخي ما انا ما بهاجم يا اخي، دي الناس الجماعه دي كويسين معانا والله. خليني اطلع من الموضوع ده. شكلك خايف. نحن نتلاقى ثاني. نعم نتلاقى ثاني عشان نكمل الكلام ده لانه الجماعه دي قالوا الزمن انتهى. شكرا لك يا دكتور عبد المجيد. يا اخي شكرا جزيلا بارك الله فيك. وان شاء الله الدور الجاي تكون شويه اصرح معنا يعني. الله يخليك ما في عوج ما في عوج. وشكرا للساده المشاهدين حتى المنتهى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.